من مدينة طبرق الليبية ينضم إلينا مراسلنا محمد شحات. محمد، ما القصة؟ ضعنا في التفاصيل لنفهم أكثر ما جرى. نعم، أحداث متسارعة ومتشعبة تشهدها أزمة المصرف المركزي الليبي، خاصة بعد تصريحات المحافظ المكلف من مجلس النواب الصديق الكبير بأنه غادر البلاد خوفا على حياته، وذلك في أعقاب اضطرابات سياسية بعد قرار المجلس الرئاسي بتغيير المحافظ للمصرف ومجلس إدارته. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية كانت قد نقلت عن المحافظ قوله بأنه هو وأعضاء آخرون من كبار الموظفين اضطروا إلى مغادرة البلاد لحمايتهم وحماية حياتهم من هجمات محتملة عليهم في طرابلس من قبل بعض الأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة. أيضا الكبير الذي أبلغ إدارة أو إدارات المصرف المركزي والمصارف التجارية الليبية والمتخصصة بأن لا يعتمدوا بأي مراسلات أو لا يعتدوا بأي مراسلات أو منشورات أو رسائل دورية للتعليمات بجميع أنواعها تصدر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد خلال هذه الفترة ما لم تكن معتمدة منه بشكل شخصي. أيضا خاطب أيضا المصارف أو وجه إلى المصارف المخالفة لهذه المسؤولية أو حملها للمسؤولية الكاملة تجاه أي إجراءات قد تتخذ خلاف ذلك، إلى حين إشعار آخر وهي خطوة رآها مراقبون أنها قد تكون تمهيدا لربما لعودته محافظا للمصرف المركزي في شرق البلاد وإعادة حالة الانقسام الاقتصادي التي كانت تشهدها ليبيا منذ سنوات عدة. أيضا في ذات الشأن أعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي استعدادها واستعادة العمل بالأنظمة المصرفية كافة، مضيفة في بيان لها اليوم بأن الشبكة الرئيسية للمصرف عادت تعمل بشكل طبيعي إلى جانب استئناف الإدارات المعنية أنشطة القطاعات وإدارة احتياطات المصارف بالخارج، فضلا عن استعادة نظم الدفع المحلية والدولية، إضافة إلى أذونات الصرف المحلي المتعلقة بالمرتبات وكذلك استعادة نظم الدفع المحلية والدولية. شكرا على توضيح الصورة من طبرق، مراسل التلفزيون العربي محمد شحات.